يسأل شيخ صالح هذه المرة ويقول: أنا طالب في قسم الدراسات الإسلامية وأشتغل كثيرا بالحديث، ولي رجاء أن تدلوني على ما يلي. أولا، أفضل المراجع لدراسة الحديث وعلم الحديث. الحديث ولله الحمد وعلومه لهما كتب كثيرة، ولكن ليس الشأن بالكتب، الشأن بالمدرس الذي تتلقى عنه العلم. فعليك أن تختار العالم المتمكن الذي تأخذ عنه علم الحديث وغيره من العلوم الشرعية، وتختار أفضل الموجودين لديكم، من أمثل ما يوجد لديكم ممن هو أعلم وأتقى لله عز وجل. وأما الكتب، كتب السنة، ففي طليعتها الصحيحان: صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، والسنن الأربع: سنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، هذه يعني السنن الأربع. وكذلك المسند، مسند الإمام أحمد رحمه الله، وموطأ الإمام مالك رحمه الله، وهذه مصادر للسنة. هناك كتب كثيرة غير هذه الكتب، ولكن هذه الكتب في مقدمتها. وهناك كتب جوامع مثل جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل معالم ومثل كتاب جمع الجوامع للسيوطي ومختصره، مختصر الجامع الصغير المسمى بالجامع الصغير، ومثل كتاب كنز العمال لسنن الأقوال والأفعال، ومثل السنة وشرحها للسنة، مثل السنة وشرحها للإمام البغوي. الكتب كثيرة ولله الحمد، ولكن الشأن في المدرس. وأما علوم الحديث ففي مقدمتها النخبة، نخبة الفكر في اصطلاح أهل الأثر للحافظ ابن حجر رحمه الله، ومقدمة ابن الصلاح رحمه الله، وكذلك ألفية العراقي وهي منظومة في هذا الفن. كل هذه مصادر لعلوم الحديث. نعم.